بسم الله الرحمن الرحيم. Now with more explanation in English and I will also explain in Arabic. You will find in your left side written with us and the team which is GAG Magazine Voice Team. Design CX here is commissioning. So design underscore CX underscore lead projects, which is leadership, energy, environmental projects according to US Green Building Council requirement. Using solar energy and using AWG, which is atmospheric water generator. So the CX5 team is SME XI5 5000. This is the CX documentation or documents build up. It is 20% plus. And the following are included. SME is subject matter expert. And SME XI5 2002 is CX commissioning startup. So we have the document build up and then the startup step number two. Then we have SME XI5 4004, this is the CX factory accepting test, which is the FAT. Then we have SME XI5 8008, this is the CX director auditor certifier. So this is the team. And then we have with the team, this is the four members. We have the fifth member, landlord, the owner of the land, who will give or who will provide the land use permit, LUP. And he is the investor in technology, Waqf Agriculture Zero Novel, which is hashtag Tawazun. Technology, Waqf Agriculture Zero Novel, and in Arabic it is Tarqiyat Waqf Istithmarat Zira'iyya Najah. So this fifth member, he is the investor, he is the landlord, and he is SME XI5 1005, and he is the expert in using the land because he is the landlord. So this is the team, always five. In Arabic, من خلالنا نحن فريق مجلة GAG Voice, فريق تصميم واستلام المشاريع الرائدة, which is lead, التي الرائدة في توفير الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية وللبيئة غير ضارة بالبيئة أو صديقة للبيئة حسب معايير المجلس الأمريكي للمباني الخضراء US Green Building Council. وهنا موجود عندنا الفريق أو فريق الاستلام, هم أربعة SME أي خبراء شأن subject matter expert شأن مجال المباني الخضراء أو المشاريع الرائدة. فالأرقام 55,000 SME XI5 5,000, وهكذا الأرقام أمامنا. ومالك الحقل هو الشريك الخامس,
وهو المستثمر في ترقية وقف استثمارات زراعية ناجحة وهي توازن باللغتين العربية والإنجليزية. وهذا المستثمر رقم 5 SME XI5 1005 وهو مالك الحقل. وشكرا. أحمد فراج، أحمد سراج، أحمد السراج من جدة معانا، ونحن هنا في قناة قاد ماجازين تيم من مصر، من موقع شركة أو إيجيبت مكة سمارت ترينينج EMST. فنرحب بالخبير Subject Matter Expert SME في موضوع بناء الثلاجات التي ستكون في مشاريع بيفيف اللي هي بريكس. ايش يا مهندس شريف؟ بريكس فاندينج ايجيبت فارمز. بريكس فاندينج ايجيبت فارمز.
طيب الآن نستخدم أو نروح لل نذهب ل أنا الآن أمامي البي دي إف ملف البي دي إف الصفحة الأولى بريكس فاندينج إيجيبت فارمز سامعني؟ نعم. طيب الآن هذا بلاتفورم يعني دفعة أولى لحضور مرحلة الاستلام من المصرف قبل إرسال التلف. هذه اللي يسموها اكس فاكتور المصنع جاهز الثلاجة اللي هي تتركب في الموقع طبعا الثلاجة فيها أجهزة كثيرة فيحضر الفات فاكتوري اكسبتن تيست وفي تكلفة فهو أستاذ أحمد يعتبر ثيرد بارتي معين من قبل الكلاين صاحب الأرض طبعا عندنا نحن مشروع هيبدأ تقريبا يمكن فيه 4 ثلاجات في مركز أبو حماد عند زميلنا رئيس التحرير الأرض ملكه وباقي نطلع تصريح فممكن نبدأ في هذه أو في هذا المشروع طبعا نحن بنتعامل أو عن طريق موقع اسمه funded.com funded.com طبعا احنا اشتركنا فيه باسم ايجيبت مكة سمارت تريننج اللي هي قلنا ايجيبت شمس بالتدريب وهون في هذه المرحلة اللي حتقوم فيها مكة سمارت بخبرائها لما يكون عندي انا عميل مقتنع بالفكرة وعنده الإمكانيات المادية فنحن حنقوم بالمراحل اللي تأمن له المصدر الممتاز ليقيم هذا المشروع أو أمثال هذا المشروع حيكون ناخذ منه المعلومات وندي نساعده في حصول على تسمح لي بسؤال تفضل ايش أهمية وجود الثلاجة في مزرعة الثلاجة في المزرعة هي استثمار لمنتجات المزرعة انا مش حجيب ثلاجة الا في مكان منتجات المزرعة تحتاج تكون في ثلاجة وتحتاج تتوزع على نضرب أمثلة على المنتجات اللي تحتاج الثلاجة مثلا في حصاد للمنتجات المزرعة نعم مثلا إيش الأمثلة الحصاد هذا يحتاج ثلاجة يعني مثلا منتجات غالبا استخدامك للثلاجات إيش كان يخزن فيها غالبا الخضروات اللحوم الحبوب الطويلة الأمد أيوة تقدر تقول يعني أكثر منتجات وصعوبة من ناحية تواجد الماء فهو عم بيجمع
هذه الميزتين، انه عم بيخزن وعم بدون كهرباء مصادر كهرباء العادية، وعم بيحصل على منتج ماء نقي يقدر يستخدمه استخدامات كثيرة. أنا زرت في ماليزيا في كاميرون هايلاندز مزارع هناك اللي هي الجرين هاوس يزرعوا فيها الفراولة، فكانت جدا يعني تحت المزارع والمويه تحتاجها قليل يعني تنقيط قليل، ويطلعوا أجود نوع من الفراولة كبيرة وضخمة ولذيذة جدا في الكاميرون هايلاندز. فالمزارع اللي هي الجرين هذه تنفع زي الفراولة زي الأشياء اللي ما تنتج يعني مثلا في يحتاج لها برودة يحتاج لها كذا، فمن المشاريع هذه اللي تمكن الزراعة. مثلا لو أنتجت الفراولة بكميات لو كان موجود ثلاجة عشان لا تنعدم، لأنه هذه كده في مراكن صغيرة شفناها، ممكن نقدر أي واحد يبحث عن هذا الشيء يلاقي كيفية زراعة الفراولة في الجرين هاوس. فإنتاج كبير لكن ضروري وجود الثلاجة، ضروري وجود الثلاجة حتى يدي صاحب المشروع فترة زمنية طويلة يقدر يلاقي الزبائن المناسبين له. يعني لو ما كان عنده مناطق تخزين حيضطر، ما يحتاج هو يعني يجوا الناس يشتروا، يعني هو ما يتعب انه يرحل المنتج او يرحل الحصاد. كمان عم نعمل اكستند يعني اطاله لوقت البيع، عارف ما في تكلفه اللي بسبب وجود الثلاجه، يعني ممكن هو بيخزن حاجه 6 شهور تجلس.